أبرز أخبارنا فوتبول أوروبي عنا يعني أيضا تنس، وبنختم مع خبر محلي أيضا إنجاز لبناني بعالم الجودو. تفضل. Thank you. البداية مع دوري أبطال أوروبا بالفوتبول، حيث فاجأ السلتيك اسكتلندي ضيفه برشلونة الإسباني وتغلب عليه 2-1 على ملعب السلتيك بارك بغلاسكو، لتكون الخسارة الأولى للفريق الكتالوني بعد 3 انتصارات والأولى أيضا بكافة المسابقات هالموسم. المدرب بيتو فيلانوفا اعتبر أن المباراة كانت مهمة لفريقه من ناحية التأهل الباكر إلى دور الثاني، لكن الأمور بعد جيدة رغم الخسارة مع بقاء مباراتين لنهاية الدور الأول. وبكامل النتائج المسجلة امبارح المساء، تشيلسي كان عم بيفوز بصعوبة على شختار 3-2 بالمجموعة الخامسة، اليوفي على نورتشيلاند 4-0، بالمجموعة السادسة فوز ساحق لفريق البايرن على ليل الفرنسي 6-1، فالنسيا تغلب على باتي بوريسوف 4-2. منتابع مع المجموعة السابعة اللي شهدت انتصار لبنفيكا على سبارتاك موسكو وفوز مفاجئ مثل ما ذكرنا للسلتيك على برشلونة 2-1، وبالمجموعة الثامنة خسارة براغا على أرضه مع مان يونايتد 3-1 وفوز مهم لجالتا سراي التركي خارج أرضه على كلوج الروماني 3-1. رح تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الرابعة على الدور الأول من مسابقة اليوروبا ليج، وهي المسابقة الثانية على صعيد الأندية بأوروبا، وأبرز المواجهات رح تصير ليلة بفرنسا روسيا وصربيا. بعد فوزه عليه 2-0 ذهابا بألمانيا من أسبوعين، رح يسعى بروسيا مونشنغلادباخ لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى مع منافسه أولمبيك دو مارسي مساء اليوم بستاد فيلودروم. الفريقين حاليا عم يحتلوا المركز الثاني بالمجموعة الثالثة مع 4 نقاط مقابل 7 للمتصدر نادي فنربخشي التركي يلي بيستقبل ليماسول الليلة. من جهة تانية بينتقل ليفربول لروسيا لمواجهة فريق أنجي بعد ما كان الفريق الإنجليزي فاز على خصمه من أسبوعين 1-0 بالأنفيلد. وبغيب عن الريدز عدد من أبرز اللاعبين اللي فضل المدرب براندن روجرز إراحتهم، على رأسهم المهاجم لويس سواريز ولاعب الوسط نوري ساهين إضافة للكابتن ستيفن جيرار، علما أن الفريق عم يتصدر المجموعة الأولى مع 6 نقاط لهلأ مقابل 4 لأنجي وإيدينيزي الإيطالي. وبتبرز ايضا بهالجوله مباراه انتر ميلان وبارتيزان بلغراد بالمجموعه الثامنه، وبيسعى الفريق الايطالي لمتابعه نتائجه الجيده مؤخرا خاصه بعد فوزه على جوفنتوس بالدوري الايطالي 3-1 ودخوله المنافسه من جديد. اما باليوروبا ليج فبيتصدر نيراتزوري ترتيب مجموعته الثامنه لهلا مع 7 نقاط مع روبن كازان الروسي. منتابع اخبارنا منتقل للتنس مع الجوله الثانيه للدور الاول من منافسات كاس الماسترز اللي عم تصير بلندن. بمنافسات المجموعه الاولى نجح اللاعب التشيكي توماس بيرديخ المصنف خامس من الفوز على اللاعب الفرنسي جويل فريد تسونغا المصنف سابع بمجموعتين لمجموعه واحده، لتكون الخساره الثانيه على التوالي لتسونغا بمقابل بيرديخ كان عم بيحقق فوزه الاول بعد ما كان خسر المباراه الاولى بمواجهه اندي موري. موري كان عم بيخوض المباراه الثانيه لإله مع جوكوفيتش الصربي المصنف أول بالعالم وبهالبطولة يلي فاز عليه بهالمواجهة 4-6-6-3 و7-5، وبيلتقي بالجولة الأخيرة لهالمجموعة جوكوفيتش مع بيرديخ وبيلعب ماري مع تسونغا. ننتقل لكرة السلة الأمريكية NBA، وبوحدة من أقوى المباريات اللي صارت امبارح المساء من أصل 13 مواجهة، الكليبرز كان عم يستقبل بالستيبلز سنتر ضيفه سان أنطونيو سبيرز. سبيرز اللي كان محقق 4 انتصارات على التوالي من دون خسارة لهلا بهالموسم، تلقى أول هزيمة له على يد فريق الكليبرز بهالمواجهة هيدي وبفارق مريح بلغ 22 نقطة 106-84، وتألق ناحية الكليبرز عدد من اللاعبين على رأسهم بليك جريفن مع 22 نقطة، دي أندري جوردن مع 20 نقطة و11 متابعة. الكوارتر الثالث كان الأفضل للكليبرز بهالمباراة اللي سجل فيه 35 نقطة مقابل 21 فقط لسان أنطونيو. بأبرز بين النتائج، بوستن فاز على واشنطن، ميامي على نيوجيرسي، دنفر على هيوستن، يوتا على الليكرز، ودالاس على تورونتو. نختم أخبارنا مع مشاركة لبنانية ببطولة قبرص الدولية بالجودو. البعثة اللبنانية حققت المركز الأول بهالبطولة وأحرزت 4 ميداليات ذهبية عبر كل من جونيور سعادة، جاد فاضل، وسيم عبيد، وكارن شماس، بينما أحرز ميدالية برونزية كل من اللاعب جورج مرعب وستيفان عزار ومايكل مرعب، وحلت بلغاريا بالمركز الثاني من بعد لبنان وقبرص بالمركز الثالث. هذه كانت أبرز أخبارنا لهلا. ماجد وجيسيكا، شكرا جورج.